عملية التقيؤ الآن هي قضية خطيرة جدا، ويجب إذا أنا صار عندي هاي المشكلة وبديت أشعر أنه مش قادر أتحكم في حالي، يجب التوجه إلى الطبيب مباشرة. وفي سؤال مهم جدا لفتاة استوقفني حقيقة، وهو التقيؤ العمد من أجل انقاص الوزن. التقيؤ العمد من خلال أو من أجل انقاص الوزن، يعني بعض الحالات عندها هوس ضعف أو حافظوا على وزنهم، فبيستخدموا أساليب كثيرة من أجل تحقيق الهدف هذا اللي ممكن يكون ضرهم. من ضمن هذه الأساليب القيء العمد. هل تقيؤ العمد أنه أنا آكل اللي بدي إياه وبعد ذلك أروح الحمام أتقيأ، هل هذا فيه له مضار ولا لا؟ أول شيء اللي بدنا نعرفه عن هذا عن هذه المشكلة، هي مشكلة مركبة، بمعنى نفسية سلوكية صحية. إذن هي مشكلة مركبة، الموضوع مش مرض أخذت له دواء هطيب، لا، قضية تحتاج إلى علاج سلوكي نفسي معرفي سلوكي. التقيؤ العمد مين اللي بيلجأ له؟ عادة في سن المراهقة وتحديدا البنات اللي عندهم هوس الحفاظ على الوزن، أو عندهم في الأسرة، وممكن تكون وراثة على فكرة، تقيؤ العمد ممكن يكون وراثة، هو إجبار خروج الطعام من أجل عدم الاستفادة منه. طيب راح أشرح لكم باختصار إيش اللي بصير في الجسم، وبعد هيك الشخص اللي بتقيع عمد عشان ما يستفيد من الأكل يشوف. إحنا لما بناكل مباشرة بنزل الأكل عن طريق المريء إلى المعدة. المريء هي عبارة عن قناة توصيل ما إلها حماية، مش محتاجة أهداب عفوا مش محتاجة طبقات للحماية، هي عبارة عن قناة توصيل فقط. ما بين المعدة والمريء في عنا صمام عشان الأكل يدخل في المعدة وممنوع يطلع، هيك ربنا خلق هذا الصمام، يعني هيك بتشبيه بيفتح لجوه. لو أنا بفرض هنا المعدة الأكل بيجي من البلعوم من المريء عفوا، فبيفتح زي هيك وبسكر. ليش؟ لما أنا باكل المعدة بتبدأ تهضم، أكلنا الأكل دخل في المعدة، بدت العصارات الهاضمة وحمض الهيدروكلوريك يفرز عشان عملية الهضم، لأن هذا الحمض يعني بين قوسين مية نار، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق المعدة عشان تتحمل، هيك المعدة الله خلقها تتحمل هذا الحمض. لأن أنا بعد ما باكل واروح أحط إصبعي بطمي وأبدأ أتقيأ، أنا أجبرت الصمام يفتح بشكل عكسي، هو بيفتح لتحت صار بده يفتح لفوق. اللي بيعتقد انه كل الاكل طلع من المعدة خاطئ، راح يطلع جزء من الاكل وايه والمواد الحامضية من المعدة اللي هي المية النار، هذه هتطلع وين؟ هتطلع من المريء الى الفم بعدك التقي. طب هذه الحركة اذا تكررت ايش راح يصير عندي؟ اول شيء راح يصير عندي خلل ميكانيكي في الصمام، هيصير الصمام فاتح لبرا وفاتح لجوا، اللي احنا بنقول عنه الارتجاع المعدي المريء.
وخروج الحمض من المعدة إلى المريء اللي قلنا المريء هو أداة توصيل فيش فيه حماية، والحمض راح يعمل اهتراء للمريء وراح يعمل لي مشاكل وحروق في المريء. طيب ايش كمان؟ راح يصير عندي تلف في الأنسجة الفم لأنه مية نار اللي طالع، راح يصير عندي تلف في مينا الأسنان، راح يصير عندي تساقط للأسنان. طيب نرجع تاني، إذا أنا في عملية التقيؤ صار عندي خلل في المعدة في الهضم، صار عندي مشاكل في الصمام، صار عندي مشاكل في المريء، صار عندي مشاكل في الفم، صار عندي مشاكل في الأسنان، كله هذا عشان إيش؟ عشان إنه أنا بديش أستفيد من الأكل. وهرجع تاني أقول إنه مش كل الأكل اللي بيطلع معناته إنه أنا ضريت الجهاز الهضمي تبعي من أجل سلوك ممكن يتحول إلى سلوك مرضي نفسي، نفسي مرض يعني مرض نفسي يحتاج إلى تدخل أخصائي نفسي.